الاتحاد المغربي للشغل يجمعنا. اولا بغيت نشكر المنبريه لكم اللي تاح لي هذه الفرصه. ثانيا شنو هو الموضوع؟ الموضوع هو الانتخابات المهنيه اللي غتجري في بلادنا ما بين 10 و20 يونيو، واللي غتفرز لينا النقابات اللي خصها تمثل الشغيله وتفاوض بسميتها وتدافع على المصالح ديالها في المؤسسات وفي الواجهات القانونيه والمؤسساتيه وعلى الميدان ايضا. هذا الموضوع بغيت كنتفكر دائما واحد المقوله قال لي واحد سيناتور امريكي سميتو الان غريس، الا ما خانتنيش الذاكره هذه سنين. الشيء يقول لنا هذا الان غريس من خلال واحد التحليل ديال ما تعيشه الطبقه العامله في العالم والشعوب، الشيء يقول تيقول لنا بانه في خضم هذا التراجع ديال الحقوق والمكتسبات ديال الطبقات العامله في العالم والمحاصره ديال العمل النقابي والهجوم ديال المؤسسات وديال الشركات اكثر المؤسسات والشركات المتعدده الجنسيه، تيقول لنا بان الطبقه العامله والشعوب ما بقى ليها يدافع عليها الا المركزيات النقابيه الاصيله. في هذا الاطار بغيت نقول لكم بانه حنا في المغرب ما كنختلفوش على هذا التحليل، هذا الوضع ديالنا سيء، يعني كاين واحد الهجوم على القطاع العام، واحد الهجوم على الخدمه العموميه، واحد الهجوم على المكاسب، على الاتفاقيات الجماعيه وعلى النقابات الاصيله اللي الحليف ديالها الوحيد هو الطبقه العامله ماشي بعض الاحزاب او لا بعض الاطراف الى اخره. بغيت نقول الاخوات والاخوان ديالي العمال والعاملات والموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين والاطر ديال القطاع العام والقطاع الخاص بانه الاتحاد المغربي للشغل هو الحليف الاساسي ديالهم. يمكن يبان لكم بان كاين بعض حلفاء الاخرين او تنظيمات اخرى اللي كتدافع عليكم احيانا، ولكن اللي كيدافع دائما الحليف الاستراتيجي، الحليف اللي يتنفس الحقوق والواقع والمستقبل ويغير على الطبقه العامله والفئات الشعبيه، هو واحد المنظمه نقابيه سميتها الاتحاد المغربي للشغل. اذا اللي عنده الفرصه باش يشارك في الانتخابات المهنيه يمشي ما يضيعش هذه الفرصه، يمشي يشارك في الانتخابات المهنيه ويدير الصوت ديال الاتحاد المغربي للشغل باش يفرز ممثلين ديالو في شركه ولا في الشركه الصغيره او المتوسطه او الكبيره او القطاع العام او الشركه العامه او في الوظيفه العموميه، يفرز الناس الحقيقيين اللي غادي يحاسبهم في المؤتمرات واللي غادي يحاسبهم في جميع المحطات، ولكن اللي هما اصلا اونكاجي ملتزمين بانهم غادي يدافعوا عليه الى اخر رمق. الاتحاد المغربي للشغل قوتنا في وحدتنا.